ما طرحه السيد رئيس هيئة النزاهة أيضا هو جزء من المنظومة الحكومية المعنية بمحاربة الفساد، إضافة إلى أن السلطة القضائية هي الراعي الرسمي لشرعية هذه الهيئات المستقلة. بالتالي ما طرحه أعتقد من الأفضل الذهاب إلى إجراء عملية تحقيق واسعة وشفافة، لأن هناك شعب عراقي مراقب وهناك رأي عام أيضا يراقب هذه المسألة. طبعا لا يخفى على الجميع أن هنالك عمليات فساد كبرى تحدث في العراق، وهنالك فساد مستشري في كافة يعني مفاصل الدولة، لكن القضاء هو صاحب القرار، القضاء هو من يأخذ القرار في هذا الموضوع، القضاء هو صاحب السلطة العليا في البلد، وبالتالي عندما يكون القضاء هو صاحب السلطة العليا من الضروري أن يحتكم الجميع إلى هذا القضاء، وتكون العملية سلسة باتجاه قانوني ودستوري، وتكون الكلمة العليا هي لمؤسسات الدولة وللدستور. عملية السرعة في التصريحات التي ظهرت من رئيس هيئة النزاهة قد تكون هي فيها نوعا ما من التوتر الإداري والتنفيذي في هذا الأمر، وأعتقد اليوم مجلس القضاء الأعلى سيتخذ الإجراءات التي من حقه أن يأخذها تجاه كل موظف يعمل ضمن مفاصل التحقيقية والقضائية، وبالتالي حتى لا يكون هنالك تشويش أو تأثير على نتائج التحقيق. أهلا بكم. لقاء ثم مؤتمر ثم تحقيق ثم بيان. بدأت الحكاية بنور وتفاعلت بحنون، والختام لن يكون عند القضاء فقط. حراك سياسي قد يغير مجرى الأحداث خلال الفترة المقبلة. من رضى به مضى معه، ومن تخلف عنه خالفه الكثيرون. ووسط هذا كله شارع يترقب ينتظر، هل ستكشف الكواليس أم سيحدث كل شيء إلا استرداد المتهم الرئيسي؟ من يسعى لحرق الأدلة وإغلاق أفواه الشهود؟ رؤوس كبار لا تريد بيان الحقائق كي لا تطالها الشبهات. فماذا ستكون نهاية هذا العرض الذي تجاوز صالات السينما وخشبة المسارح؟ أما المشهد الآخر، البلوغرية وأصحاب المحتوى، شمول بالضرائب وإعفاء من الشوائب، ومنصات الإعلام تجافي الأخلاق في بعض البرامج. كي يكون المحتوى رائج فماذا ستكون النتائج؟ أهلا بكم. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. إذن ملفنا الأول راح يكون عن حرب التصريحات والتحقيقات التي أشعلتها سرقة القرن بين القضاء والنزاهة. نناقش بهذا الملف القيادي في تيار القسم الوطني السيد عبد الرحمن الجزائري، مرحبا بحضرتك. والباحث في الشأن السياسي الدكتور غالب الدعمي، مرحبا بك. حياك الله، أهلا بحضرتك. سيد عبد الرحمن، أبدأ مع حضرتك. هناك معلومات من مصادر خاصة وصلت أنه القاضي حيدر حنون ربما بأدائه لا يعجب بعض السياسيين أو بعض الزعماء أو زعيم سياسي معين، وراهن على إقالته من هذا المنصب، والأمور الأخرى اللي حدثت بهذا التوقيت استغل هذا الطرف. هل سيقال من منصبه برأيك، وما هي القراءات الأخرى لهذا الجانب؟ تفضل.
بداية بسم الله الرحمن الرحيم، وجد التحية لقناتكم الكريمة وضيفك الكريم ولجمهور قناة الأيام الفضائية. أستاذ محمد، ما يتداول طبعا هو لربما بعيد عن الواقع الحقيقي. أنا أعتقد هذه صراعات سياسية بين كبار المسؤولين، ونتحدث للجمهور بصراحة أكثر، يعني العمق الذي يعني كان لدى النزاهة اليوم واضح، هنالك ملفات كبيرة. الملف الأخطر هو ملف نور زهير، وهذا الملف أعتقد لديه ملحقات. هذه الملحقات من ضمنها اليوم بدأت أسماء، بدأت زعامات كبيرة، مدراء، لربما تصل العملية إلى وزراء. وبالتالي عندما تحدثت اليوم النزاهة بهذه الملفات، أعتقد كان هنالك صراع ما بين السيد حنون لربما والقضاء العراقي. نعم. من الناحية الفنية ما يتداول أن هنالك قضية عملية اليوم ملف فساد على رئيس الهيئة أو متلوثين. نعم. اليوم الملفات مختلطة، ولكن واقع الحال لنتحدث بصراحة لن تحقق حقيقة النزاهة بشرطها وأولها وآخرها اليوم إرضاء الجمهور العراقي. من بدت شرارة هذا الخلاف؟ شنو السبب الرئيسي لهذا الخلاف؟ ملف نور زهير هذا الملف الأول، وهنالك ملفات أعتقد ملف السكك والحديد وغيرها، وملفات في وزارات، ملف الميناء الذي زين. على البحر، ملف الأمريكان، كل هذه الملفات، ملف موضوع الإقليم. لا خليني بالأهم، نور زهير ليش يكون ملف مثل ملف سارق متفق عليه يكون محل خلاف بين سلطتين قضائي؟ يعني هذا الجندي الذي يعني تحت زعامات كبيرة، يعني عمل بعمليات غلق الأفواه مثلا يعني اليوم، وإعطاء الرشوة في كل مكان طبعا، يعني في أي مكان أو أي ملف تفتحه اليوم تجد اليوم ملف نور زهير أمامك. زين. يعني ملف الأراضي نور زهير، ملف الضرائب نور زهير، ملف عملية الدولار والمصارف نور زهير، ملف المناصب والجلسات المغلقة في المنصور وفي الجادرية وفي غير مكان أيضا تجد نور زهير. ما معنى اليوم نور زهير أخذ أكثر من حجمه، وبالتالي كان أنا ما أعتبره ضحية مثل ما يتحدث البقية، لا هو طبعا متفق مع المسؤولين، وبالتالي هذا يعزز أنه النزاهة الآن أن تقف بين وسطين، وسط إرضاء السياسيين والمتورطين وإرضاء الجمهور العراقي وفتح كل الملفات. سيد عبد الرحمن، حتى نوضح الأمور، موضوع حساس ودقيق. تحدثت عن نور زهير وعن رشوة وعن مجلس القضاء الأعلى وعن هيئة النزاهة، وهذا سبب الخلاف كان. وضح لي الصورة بشكل أكثر. أستاذ محمد، هو يعني أنا يعني ما ممكن أنه إحنا نضع كل الأمور بصراحة نتحدث بها بمسمياتها، يعني غير مخولين، نتحدث بواقع الحال. يعني المعلومات اللي عندي أنا اللي حسب اليوم أعضاء البرلمان، ناس من النزاهة، ناس من القضاء العراقي، جمعت معلومات أن اليوم ملف نور زهير هو الملف الرئيسي بهذا الموضوع. هسه الاحتكاك بملف زهير اليوم، هل متورطين أعضاء في النزاهة من قبل مكتب حيدر حنون؟ هذا جانب وبدون اتهام. هذا أكو هيش كلام؟ أي ممكن أكو هيش، يعني هذا موجود. أعتقد القضاء سيأخذ إجراءات بهذا الموضوع، يعني هنالك عمليات الآن، عمليات تحقيقية لموظفين في النزاهة ما بعد حيدر حنون. أنا ما أتحدث لك فقط عن الرأس الكبير اليوم حيدر حنون رئيس النزاهة، لا، أنا أعتقد هنالك ملفات تخص أيضا مدراء في النزاهة لربما يقتادون إلى القضاء العراقي، وبالتالي ستكشف هذه الأوراق. بعيد عن أنه عندي معلومات أن نور زهير لن يحضر. يعني لا جلسة قضائية، يعني الجهة ولا الكفلاء. الجهة اللي تحقق بالفساد من الممكن أن تكون متهمة بالفساد مع نور زهير. أكيد أكيد. يعني نور زهير ما راح يحضر. يعني أسا إحنا مرة يعني يقال هل نور زهير أعطى للنزاهة أو لموظفين في النزاهة مبالغ معينة، لكن هنالك تحويلات في أرقام معينة موجودة الآن زين لدى القضاء العراقي. يعني هنالك تحويل مالي مثلا في دولة الإمارات، أو تحويل مالي خارج العراق لشخص ما، وهذا الشخص يعمل في النزاهة لنفرض زين، ما حكم القضاء العراقي أمامه اليوم؟ من أين لك هذا؟ إحنا ما عندنا هذا القانون، هي مشكلة طبعا. زين، مرة أخرى يتحدى القاضي يعني حنون حقيقة رئيس هيئة النزاهة أعضاء البرلمان العراقي، ويحتك بزعامات كبيرة اليوم في الحكومة العراقية لربما على طوال 20 سنة هم يحكمون بالعراق، زعامات لديها اليوم عقارات، لديها أموال، لديها أموال خارجية داخلية، وهذا أيضا لربما سبب
اليوم أن تكون هنالك مشاكل كثيرة بفتح جميع الملفات. جيد دكتور غالب، أرحب بحضرتك مرة ثانية. اليوم الشارع العراقي يريد إجابات كتفة من التساؤلات والوضعية المبهمة والضبابية على أغلب المواضيع اللي تحدث بالساحة العراقية. نور زهير، سبب الخلاف ما بين القضاء الأعلى والنزاهة، شنو كواليس هذا الملف؟ تحياتي لك وضيفك الكريم السيد الجزائري وشكرا على الاستضافة. يعني أنا سمعت الكلام سيد عبد الرحمن، مرة ذكر أنه اللي أصاب سيد حيدر حنون هو لأنه احتج بالزعامات اللي صار 20 سنة تحكم. أخو خلي احتج، خلي القضاء يحتج بيهم، هم مو أكبر من عندنا ولا أفضل من عندنا، جميعهم يخضعون للقضاء وللتحقيق في النزاهة وفي الرقابة المالية. لكن إذا نجي للخلاف اللي صار أخيرا، نعم، وتحديدا بالأسماء فيما طرح السيد حيدر حنون في أربيل، وأنا اعترضت على هذا، كنت قبل المؤتمر كمقترح من عندي أن لا يعقد هذا المؤتمر وأن لا يتم الحديث عن قضايا تخص مؤسسات الدولة. يعني الحديث. تواصلت وياه مباشرة السيد حيدر، تواصلت قبل المؤتمر في أربيل، صار حديث زين وراء تغريدة حسام الحاج زين، وقلت له استاذ قال ممكن، قلت له استاذ حيدر نصيحتي أن لا نتكلم في هذا الموضوع، أن لا تتكلم في هذا الموضوع، نصيحتي كأخ. طبعا أتكلم أنا عندي، كنت معاون مدير عام بالنزاهة في زمن القاضي رحيم العقيلي، وأعرف إرهاصات الهيئة زين، وأعرف الهيئة دائما هي مثل السمك. شنو كان رده لنصيحتك؟ مذمون، كان متجاوب وياي زين، متجاوب وياي، بس قال لك ما راح أصرح يعني، بس قال هو احنا عادة رئيس الوزراء مو بس الكاظم أغلبهم يمنحون عادة من صلاحيتهم استثناء غيره، يمنحون كل من درجة مدير عام فعلى قطعة أرض زي. والقاضي أسوة بهذا، وأنا من الناس كنت أدعو وأكتب على أنه القاضي والمحقق في النزاهة وفي جهاز الديوان الرقابة المالية وفي الضرائب أن يميز بالراتب، لأنه ممكن ملف 100 مليون دولار نعم. يسحب منه ورقة يصير دينار، يسوي له 1000 دينار. فكنت أدعو لأن المحقق والقاضي والكذا نعطيهم امتيازات، أنا هذا كان رأيي وللآن مصمم عليه. فعقد المؤتمر زين سيد رئيس الهيئة، الرئيس الوزراء على علم بهذا المؤتمر سيعقد لأنه رئيس هيئة النزاهة؟ أنا أعتقد عنده علم، عنده علم، أستنتج زين، أعتقد عنده علم، أنا أستنتج، أدك تكون صريح في هذا الموضوع. يعني لكن رئيس الوزراء أرسل إلى أربيل قال لا 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 لا، لا. هو أكو مؤتمر طبعا مو مؤتمر جديد عرض لا له، مؤتمر ضمن تعاون بين هيئة نزاهة أربيل وبغداد، أكو مؤتمر هو يعني، فصار عرضي، صار عرض المؤتمر صار عرضي. والبعض الانتقادات اجت لي، جاءت لي ماذا في أربيل، هو نفس أربيل جزء من العراق. إيه ما قبل بعض، قبل المؤتمر بعض المعلومات وصلت إنه راح يصرح بالمنصات الإعلامية، إيه تم تداوله بأنه راح يصرح بمعلومات مهمة طلعت هذا ثلاثة اللي قبل المؤتمر. يعني النتيجة شوف أنا اللي أنظر له أقول عندنا مؤسسات، مؤسستان حكوميتان أو دولة، للدولة القضاء والنزاهة كلاهما يعملان في مكافحة الفساد، هيئة النزاهة تحقق وديوان رقابة يكشف والقضاء العراقي يحكم جي. أي خلل يصيب العلاقة بين هاتين المؤسستين يصيب ويشل يعني يسبب شلل في عملية مكافحة الفساد. من 11 الصبح الشارع العراقي كان على علم قبل المؤتمر أنه سيدلي بمعلومات مهمة زين، 4 ساعات برأيك ما كان أكو تواصل بين رئيس الوزراء معه؟ أنا أستنتج مو أجزم، هل أخذ الضوء الأخضر من جهة أعلى منه حتى أدلى بهذه المعلومات؟ أستنتج المؤتمر أكو علم بيه من الحكومة منه، حتى يكون كلامي أكثر دقة زين. وأكثر انصافا، أكو أعتقد أكو علم للحكومة بالموضوع. سيد عبد الرحمن شو رأيك بما تفضل به الدكتور غالب، هل أخذ الضوء الأخضر من جهة أعلى منه حتى يدلي بهذه التصريحات اللي أعلن عنها قبل 4 أو 5 ساعات من المؤتمر؟ يعني ممكن هنالك جهة أعلى، ويعني معروف اليوم هنالك يعني تناوب بين الدرجات اليوم في العراق، وبالتالي وعلامة الاستفهام الكبيرة طبعا يعني حقيقة. دكتور غالب تحدث أنه لا فرق اليوم، إحنا ما نتحدث بقضية عملية الفرق، ولكن كان الأجدر يعني هذا المؤتمر يقام في العاصمة بغداد، وبالتالي ربما يعطي شرعية وطنية أكثر
من ما أن يكون من أربيل، وربما يجعل علامات استفهام كبيرة جدا. يعني أحد الحقيقة المحللين أو اللي كان متابع من الإعلاميين، يعني من كان منهار يعني حقيقة بالتردد بكلمات أنه إحنا اليوم وين نروح، وبالتالي هذا الكلام معيب جدا يعني على سيد قاضي ورئيس هيئة، والهيئة اليوم تعد يعني بمثابة وزارة اليوم. بالتالي كان الأجدر يعني أنه لا يكون المؤتمر في أربيل، هذه من ناحية. والناحية الثانية، ما هي علامات الاستفزاز التي تقود السيد القاضي إلى التحدث بهذه الطريقة يعني المهزوزة؟ وبالتالي هذه عملية غريبة لأول مرة تحدث. يعني عمليات اليوم ملفات الفساد هي أمامك أنت، أنت رئيس اليوم رئيس النزاهة، وأنت اليوم الكل يتناول بالتداول معك بالموبايل الخاص مالك والعام. وبالتالي إذا كانت هنالك عندك مشاكل أن تجالس السيد رئيس الوزراء. علم الحكومة العراقية بهذا الذي يجري أعتقد في هذا الوقت، لا أنا استغرب حقيقة. حسب توقعاتي لا يوجد اليوم يعني معلومة خاصة إذا تكون لرئيس الوزراء شخصيا أو للسكرتير الخاص السيد الفريق عبد الكريم السوداني. جيد، إذا تسمح لي دكتور غالب، إذا كان القاضي حيدر حنون أو رئيس هيئة النزاهة مدعوم أو أخذ الضوء الأخضر من قبل رئيس الوزراء، ليش نشوفه بهذا الارتباك خلال المؤتمر وتحدث بغضب والكثير وصفه بأنه كان مهزوز؟ أيضا اللي طال الضوء الأخضر ما كان يعرف أنه هذه التصريحات ستكون نهاية لمسيرته في هذه الهيئة. شوف، شخصية السيد القاضي اللي عرفه هو كان رئيس استئناف ميسان، منطقة ميسان، يعني مهين درجته وزير، واجتماع مباشر بالسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى وضمن المنظومة القضائية. لكن جرت العادة أنه عندما يتكلف القاضي بمهمة خارج القضاء يرقن قيده في القضاء، فهو الآن قيده مرقن ولا يحق له العودة مطلقة للقضاء، يطلع تقاعد بعد خلاص. شخصيته مزيج من الطيبة والعاطفة واللي تأثر، وهي حالات أنا اليوم أكيد تابعت وشفت أكو مصادر تقول أنه أصلاً هو مو قاضي. أكو مصادر وكلام اليوم انتشر في وسائل الإعلام يشككون أصلاً، يقولون هو أصلاً مو قاضي. لا لا، شوف، مو قاضي. هذا للأسف الشديد بعض الأخوة في الإعلام ما يفرقون بين القاضي والمحقق. وأسف أنا اليوم حديث وأستاذ بالجامعة يقول هو مو قاضي. قلت له أبويا رئيس استئناف الإعمارة، شنو مو قاضي؟ لكنه القضاء جرت العادة، واسألوا السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى الموقر المحترم، أنه القاضي حينما يخرج من المهام القضائية لمهام إدارية أخرى خارج بيت القضاء يصبح إداري وليس قاضيا. يعني ما يصير يقولون القاضي، لأن شو يقولون عليه؟ يقولون عليه رئيس هيئة النزاهة. إذا أتوفى مثلا يقول القاضي المتقاعد، إذا طلع تقاعد القاضي المتقاعد يصير، بس لازم تفهم متقاعد. وصارت دعوة مثل هاي، السيد رحيم العقيلي كان يكتب القاضي، نعم، وهو طالع خارج قال له لا اكتب غير، قام يكتب القاضي المتقاعد. إذن احنا السيد القاضي قاضي وخريج محد القضاء، وهو رئيس استئناف العمارة وجزء من المؤسسة القضائية، ولكن الخلافة اللي صار يعني حدثه ما كنت أتمنى حقيقة. وتعرف أنت هيئة النزاهة أكو معلومة لازم واحد الكل يعرفها، هيئة النزاهة مثل مركز الشرطة، نعم، مو أكثر. مركز شرطة أكو بقائد للشرطة، قاضي رئيس هيئة النزاهة عنده محققين، المحققين يكملون يودوها للقضاء بعد ما من حقه، فقط يتابع المعاملة، يسوي تمييز، تدخل تمييزي، تصحيح قرار، هذا شغلهم. بهذه السيرة الذاتية ما كان يعرف خطورة المعلومات اللي راح يدلي بها في هذا المؤتمر إلى وين راح توصل؟ أقولها وقد ينزعج مني السيد حيدر حنون، ما كنت متفقا على هذا الموضوع، وأكون سعيدا وأقولها أمامكم. المؤتمر الثاني كان لي دورا، كنت من أحد الأصوات الذي أسهم في إلغائه، اللي كان يعقد في فندق بابل، كان عندنا مؤتمر الشفافية، والرجل قال لأجل العراق سأتوقف، لن أذيع البيان، لأن أنا أنظر إنه القضاء العراقي لا يجب، إحنا ما عدنا غير القضاء بعد نحترمه. كان بخطورة المؤتمر الأول سيكون لو ما أدري، أنا ما أعرف تفاصيل. يعني تعرف أنا رجل ضمن فريق مكافحة الفساد، لما تتدخل وتوقف مؤتمر أكيد عندك بعض المعلومات. شلون هيتعدد؟ أبدا والله ما أتدخل، بس أنا كشخص أخلي نفسي دائما في جهود مكافحة الفساد، نعم، يعني في هذا الصف، والقضاء أحد الأركان اللي
اعتبر بوجودها وقوتها وسلامتها لصالحنا. ما يصير ننتقد القضاء، اقول لك اياها بصراحه. تدري ليش ما مره يم استاذ فايق زيدان وصار هذا الكلام؟ نعم. قلت له انا ما انتقد القضاء، لانه اذا انخرق القضاء انتقد القضاء مشكله كبيره. جيد. من تنفقد ثقتنا بهاي المؤسسه؟ تدري ليش؟ الان رئيس الوزراء يقيم دعوه عليك، انا في عهد رئيس وزراء قام علي دعوه وكسبتها في زمنه، مو هذا الرئيس قبله ولا السيد الكاظم ولا العبادي، قبله بزمن السيد المالكي في زمنه. زين. وكسبت الدعوه وبالتالي قلت القضاء اللي ينصفني وفي زمن رئيس وزراء الدعوه قيمت ضدي في زمنه، هذا يكفيني فخرا ان اقف معاه. جيد. هذا المؤتمر اللي راد يعقد اللي تتحدث عنه اسهمت بالغائه كان بعد انتشار التسريبات اللي نصبت لي يا سيد بالضبط ورا ما صار بيان طلع يمكن من الادعاء انه راح يحيلون قضيه المحكمه التحقيق الفرق بناء على بيان الادعاء العام اعتقد. نعم. هو قال فبالليل يجوز اكو غير تواصلوا وياه، بس انا محب وناصح، لان انا اقول هاي المؤسسات لابد ان نفرق بينها وبين الحكومه. انتقد الحكومه، انتقد وزير النقل، انتقد وزير الداخليه، انتقد رئيس الوزراء، بس لا تنتقد القضاء. بس انت من تجي للقضاء تلقى اكو اكو عشرات القضاة يتعاقبون بالسنه، فاذا القضاء ياخذ اجراءاته بس احنا من نخفف الثقه نقللها بهذا الجهاز مو صحيح. جيد دكتور. سيد عبد الرحمن شنو رايك بالتسريبات اللي نسبت لي سيد حيدر حنون رئيس هيئه النزاهه في العراق؟ يعني التسريبات جزء من يمها اليوم، يعني اكو قضيه التحدث اللي يتحدث بها موضوع العقار او ما شابه ذلك، اعتقد لا، الموضوع لربما اكبر من هذا الحجم انا اتوقع. وبالتالي كانت قبل المؤتمر هنالك يعني رسائل مبعثه من القضاء العراقي الى السيد حنون، وبالتالي هو اتخذ القرار الحاد يعني او الصراع بالمعركه ما بين النزاهه والقضاء، وهذا طبعا قرار خطير جدا طبعا. يعني لا ممكن انه اليوم انت تكشف انت اليوم وعندك سلطه على القضاء العراقي، هي السلطه الاعلى هي القضاء العراقي، وبالتالي وانت بالتالي اذا عندك اليوم ماخذات شخصيه على السيد القاضي في قضيه ملف. نعم. نور زهير مثلا اللي هو الملف الشائك بهذا الموضوع، هذا اهم اعتقد لا، حسب يعني لربما تسريبات من القضاء والادعاء ان هنالك ملفات تخص اليوم السيد قاضي النزاهه وموظفين. جيد. وضمن هذول الموظفين اعتقد موظفين في ميسان في نفس المحافظه بالتالي، واعتقد مسؤول عقارات حسب ما سمعت من احد الاخوان القانونيين انه تم اعتقاله اليوم صباحا. جيد. بملف الاطاحه برئيس هيئه النزاهه هل تم الإعداد له مسبقا؟ أكو هيك موضوع يطرح أنه هذا ملف ربما أعد مسبقا بسبب عدم رضا بعض السياسيين عليه، يعني إحنا ليش إحنا أستاذ محمد ليش نقول الإطاحة؟ يعني إحنا خلينا نتحدث بصراحة، إحنا متورطين بآفة كبيرة، آفة الفساد. لما اليوم يكون اختيار السيد رئيس اليوم النزاهة بموظفينه بالمدراء الذين يتبعون هذه المؤسسة حقيقة، يعني لابد أن تكون هنالك نزاهة حقيقية أو تعامل حقيقي. يعني مرة لربما حدثت مشكلة يعني في كتاب معين من قبل النزاهة بأنه جرد لأعضاء البرلمان العراقي. نعم. زوجاتهم الأموال، وصار اصطدام ما بين أعتقد السيد الحلبوسي ونفسه حيدر حنون. زيان. وبالتالي أخذ اليوم ما أخذ بهذا الموضوع. اليوم إذا أريد نفصل أنه هل هذه القضية هنالك ملفات في داخل النزاهة؟ نعم، أنا لا أستبعد هذا الموضوع، ولا أستبعد اليوم أنه أكو ملفات خطيرة. شنو اللي صار مع المسؤولين وعوائلهم؟ شنو كانت النتائج؟ وتحدثت عن نواب وما كان الأمر بهذا اليوم، يعني إذا تجاوز الموضوع النواب بهذه المرة؟ لا أنا سأقول لك شلون. هو أرسل كتاب إلى كافة النواب العراقيين، ومنهم كان رئيس البرلمان العراقي السيد الحلبوسي طبعا. زين. في وقته أن هنالك عقار أعتقد في شارع الأميرات في منطقة العاصمة في بغداد، وهذا لابد جرد من أين لك هذا، وبالتالي طبعا كانت مشاددة كلام ما بينه وما بين حيدر حنون، وبالتالي انقاد السيد حيدر حنون بأنه يقاد إلى مجلس البرلمان العراقي. طبعا أنقل لك بالدقة، يعني نعم. أحد أعضاء البرلمان نقل لي هذا الموضوع، وكانت هنالك عملية، لأنه عملية أشبه بمسرحية كان بها شتيمة وإهانة للسيد حيدر حنون، أنه أنت ومن حقك، وأنت اليوم رئيس هيئة وأنا رئيس برلمان، ومن حقي باكر أعقد جلسة بالبرلمان وأقيلك بالتالي. وكانت مشاددة كلام، وهو جاوبه بجواب واحد أعتقد حسب، مع الموظفين، مع أنه كان السيد الحلبوسي
يعني كل التقدير والاحترام. هذا الموضوع لأن وصل للأملاك وهذا الأمر تكرر بعد هذه الحادثة تكرر مع موجود أحد الزعماء السياسيين. أستاذ محمد إحنا داريد نسوي جرد بالعملية السياسية. أستاذ محمد إذا نسوي جرد اليوم إحنا اليوم يعني أكو آفة اسمها آفة الاقتصاديات بالأحزاب، أكو آفة الآن موجودة بقضية اليوم العقارات. نور زهير نفسه بالتالي أشعل عقارات العراق من يمينها وإلى يسارها. أنت لو تتحدث لي عن اليوم مستوى العقارات مع أمريكا راح أقول لك اليوم أغلى العقارات في بالعالم هي بالعراق. زين. بالتالي هذه الأموال اللي كانت تخرج أموال الضرائب اللي كان يستحوذ عليها مع المسؤولين اللي مشاركين بهذه الجريمة الكبرى حقيقة بحق الشعب العراقي، بالتالي انعكست طبعا على أعضاء البرلمان، انعكست على وزراء، انعكست على مدراء، وبالتالي اليوم ملفات النزاهة أم مقيدة. يعني مرة تعرض، يعني هذه هم يتحملها السيد حيدر حنون، وياكم ملفات غير يعني أعلنت هسه، مثلا ملف السكك والحديد ليش مسابقا يعني عرض؟ تو عليه ها؟ حاليا تو هسه عرضه مو بس هسه ياسر لا استوى جديد فعلا ياسر سابقا ما موجود هذا الملف؟ لا تو صار له شهر موقعوا عليه. لا استاذ لا حبيبي لا جديد نائب ياسر الحسيني هنا بهذا المكان تحدث عن قال هذه ملف سكك الحديد قال إذا تم استجواب وزير النقل داخل البرلمان سيدخل وزير ويخرج مواطن عادي بها على هذا الملف فقط. هذا ملف من الملفات هذا يقول هذا الملف أكبر من سرقة القرن أصلا. أنا أتحدث لك بكثير من الملفات اليوم بها مشاكل اليوم، ملفات تخص وزارة الكهرباء، التعاقد الأخير ليش ما اتطرق له يعني حيدر حنون، ملف التعاقد بين أردوغان والموارد المائية اللي حقيقة خل الإطلاقات كلية تبيد بيد تركيا، هذه مو مشاكل هذه المواطنين عامة العراق مهدد اسمح لي بسبب آفة الفساد اللي لم تعلن لحد اللحظة الآن. أنا أقول لك أكو كثير من الملفات لا يزال في جعبة السيد حنون ما معرضة للإعلام. جيد مو شغله يعرضها للإعلام ولا شغل القاضي يعرضها بعد وين شغله تحقيق تحقيق إداره أصلا مو لصالح القضاء المشكلة بس من وصلت القضية إلى ملف يخص إعلانها بأربيل احنا مو قلنا هالموضوع نختلف لا مو يعني الا الفساد يعرض بالاعلام حتى يتابع سيد عبد الرحمن لا شلون ما عرض ليش ما عرضه للجمهور مثل ما عرضت ملف نور المحاكمات الجزائيه العراقي يمنع الاعلام ما لم يكتسب الدرجه القطعيه هذا القضاء العراقي يقول عرض الاتفاقيه مال الموارد المائيه سيد عبد الرحمن لا اسمح لي استاذ محمد بس بثانيه ما بيها حكم ها ما بيها حكم ولا بيها تحقيق ولا بيها مشتكي انه اليوم بعد مشتكي العراق مقبل على ازمه من المياه بسبب اليوم الاتفاقات ترى لو نرجع الاتفاقات اللي عقدتها الحكومات العراقيه لازم هسه ما اقدر احكي اخاف يزعل عني لا ما زعل لا سيد وانا حافظ اعطيكم خمس ثاني اهلي وجدادي يعطوكم خمس دكتور غالب تتوقع انه السيد رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني نادم على تكليف السيد حنون لرئاسه هيئه النزاهه اخوي انا راح افصل بين موضوعين زين الموضوع الاول بين القضاء وجميعنا نخضع لساحته زين هذا ملف يختلف تماما وبين الضغوط السياسية على القضاء وعلى النزاهة وعلى كل مؤسسة الدولة وعلى الوزراء وعلى المديرون العامين جب بدون استثناء زين لهذا بهذا الوضع يعني احنا وصلنا الى حالة للأسف الشديد انه مؤسساتنا بدأت تفقد هيبتها وابديلك راضي الراضي حاله للتحقيق رحيم العقيلي حاله للتحقيق الآن القاضي حيدر حنون يواجه قضايا يمكن سلم منها أستاذ علاء الساعدي وحسن الياسري ومظهر الجبوري كان بديل هو أستاذ عزت من تروحك فترة انتقالية يبقى سنة ست شهور بعيدين عن الإعلام ولذلك وأيضا سيقال للتحقيق الحالي لا الحالي يواجه يواجه قضايا حقيقية يعني معروضة بالقضاء وبها ضغط سياسي لكن تقول لي لا أقول لك شنو سبب هذا الضغط السياسي يا أخي مو هو احتج بهواية ناس هسا مسألة القضاء خلنا نبعدها عنا نجي ليش الجانب السياسي وذكرنا قبل الحلقة منه اللي ما يريد حنون مثلا بعض الأسماء احتج بهم مثلا دز على بعض الزعامات يا بطونة ممتلكاتكم أنتم وزوجاتكم هذا القانون هيئة نزاهة واضح للمكلفين من حق أن يسائل كل نائب وكل وزير وكل مدير وكل محقق في النزاهة وكل قاضي وكل كذا بس مو كل زعيم
نعم بس مو كل زعيم هو يمكن يحتاج له كم زعيم وزعلوا عليه لا مو احنا شوف زين قل لي ليش ما يصوت على رئيس هيئه النزاهه بالبرلمان ليش يردونا ضعيف تصويت على رئيس هيئه النزاهه راح يفقد سيطره رئيس الوزراء عليه يطلع من سيطره رئيس الوزراء هسه سال حنون امره مو بيد البرلمان يعني ما مصوت عليه بيد رئيس الوزراء نعم. لكن اذا صوت البرلمان يساءل من البرلمان ورئيس الوزراء لن يكون قادرا على محاسبته ما قلت لي نادم او لا رئيس الوزراء بتكليف السيد حيدر حنون ما اعرف انا يفترض توجه للسيد السوداني لكن اقول لك يا بصراحه السوداني يواجه ايضا ازمه حقيقيه الان اطراف ان صح التعبير كل ادواته اللي يعتمد عليها بدت هناك عمليات لتقويضها وتقويض تاثيرها اليوم سمعنا عن حيدر السوداني أعتقد شخصية بالمخابرات أكو إيش دعاية أنه استقدام أكو كذا نعم. شخصيات أخرى مو هينة هذا أنا بتقديري لا يصب في مصلحة إدارة سمعة المؤسسات العراقية الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت الباحث في الشأن السياسي الدكتور غالب الدعمي أشكرك جزيل الشكر والقيادي في تيار القسم الوطني السيد عبد الرحمن الجزائري شكرا جزيلا إذن مشاهدينا ملفنا الثاني سيكون عن التصريحات الحكومية المتضمنة توجهها لشمول البلوغرية وصناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بالضرائب راح نفتتح هذا الملف بتقرير الزميل شيبان سامي أصبح صناع المحتوى والبلوغرز على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق تحت المجهر الضريبي بعد إعلان الهيئة العامة للضرائب فرض ضريبة على إعلانة المشاهير ممن يحظون بمتابعات واسعة حيث ستكون نسبة أصحاب الدخل المنخفض أقل من المفروضة على أصحاب الدخل المرتفع بنسبة 15%. من وجهة نظري لأنه أشوف هذه الخطوة من قبل الجهة المعنية ولجنة الإصلاح الضريبي هي خطوة بالاتجاه الصحيح لتعظيم إيرادات الدولة لا سيما وهي تفرض ضرائب بنسب عالية على أصحاب الدخل العالي المرتفع من ضمنهم المشاهير وصناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما ويدخلهم الكثير من الدعم والدخل من مختلف دول العالم وتقليل هذه الضرائب على أصحاب الدخل المنخفض. مقترح فرض الضرائب ما يزال قيد الدراسة وربما سيدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل يأتي هذا القرار لتوسيع الوعاء الضريبي على القطاع الخاص من أجل تعزيز الإيرادات الغير نفطية إلى خزينة الدولة خصوصا في ظل انخفاض أسعار النفط فرض الضرائب على مؤسسات القطاع الخاص أو المؤسسات الإنتاجية وآخرها انه المشاهير اللي متواجدين في جميع مواقع التواصل الاجتماعي اليوم انا كمواطن عراقي انه اشوفها انه ممكن هي خطوه جيده لتعظيم ايرادات الدوله اذ ما علمنا وعرفنا ان مستوى انه اسعار البرميل النفط انه انخفضت فبالتالي انه الدوله تحتاج تعظيم إيراداتها سواء عن طريق أنه فرض الضرائب على المشاهير لأنه بكل تأكيد أنه قاعد تجيهم إيرادات المشاهير على سبيل المثال على منصة التيك توك بملايين الدولارات. ستشمل هذه الضرائب 85 جهة لم تكن مشمولة بالضرائب من بينها المطاعم والفنادق وإعلانات مواقع التواصل التي ستصل إيراداتها الشهرية إلى 5 مليون دولار حسب دراسة مبدئية. من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. إذن مشاهدينا نناقش هذا الملف مع الكاتب والإعلامي الأستاذ سالم مشكور، مرحبا بحضرتك أستاذ سالم. مرحبا. أهلا بجنابك. أستاذ سالم أسألك شنو الأهم برأيك اليوم بما أنه هناك حديث عن فرض ضرائب على البلوغرية وصناع المحتوى أسألك شنو الأهم برأيك الحكومة تفرض ضرائب على صناع المحتوى والبلوغرية لو سيطر على ما يحصل من فوضى في مواقع التواصل الاجتماعي تفضل أعتقد الاثنين مهمين يعني كلا الأمرين مهمان يجب أن تكون هناك سيطرة على مضمون أو محتوى ما يبث من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لأن فاق الحد المعقول من العبث والسطحية والضحالة وإشاعة التفاهة وإشاعة الفحشاء أحيانا
هذا يحتاج إلى رقابة مشددة. إلى جانب هذا أيضا الموضوع المالي موضوع مهم، كل الدول الآن تفرض ضرائب، الدول الحديثة كلها تعيش على الضرائب، حتى التي تنتج النفط وفيها ثروات طبيعية لا تنفق عائدات الثروات الطبيعية كلها على الخدمات، إنما تقتطع جزء منها للخدمات ويذهب الباقي في مشاريع استراتيجية في صندوق الأجيال كما في دول أوروبية مثل أوروبا الشمالية مثل النرويج وغيرها. فرض الضرائب واعتماد الدولة على الضرائب يعطي شعور للمواطن بأنه هو صاحب هذه الدولة وهو صاحب هذه السلطة، ويعزز مفهوم السلطة بأنها موظفة منتخبة من الشعب، منتدبة من الشعب وموظفة لدى الشعب، تأخذ احتياجاتها وحتى رواتبهم، هذه أموال الشعب لأنها من دافعي الضرائب. في أوروبا الآن مصطلح دافعي الضرائب هو يطلق على المال العام، أموال دافعي الضرائب يقال، لأن الحكومات تعتمد بشكل كبير جدا على الضرائب المتأتية من الدخل، كل دخل هو عليه ضريبة، هاي قاعدة موجودة في كل العالم. شلون ممكن ينظم عملهم؟ شلون ممكن ينظم عملهم والتزامهم ب يعني طرق مع القانون؟ ونتحدث اليوم عن إعلانات نشوفها في مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص تافهين، طريقة إعلان تافهة ربما حتى غير لائقة للمشاهد العراقي. أنا قلت المحتوى يجب أن يخضع لمراقبة، يجب أن يخضع لمحددات، لذلك نحتاج إلى جهد كبير لتنظيم هذا الأمر. أما المحتوى الخالي من التفاهة والخالي من الإثارة هذا يحتاج إلى تنظيم بشكل تنظيم مالي. اليوم حتى التسوق الترويج البضاعة والبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذا أيضا يعني شكل من أشكال التجارة والدخل الذي يأتي بدخل، وبالتالي يجب أن يخضع للضريبة. هناك بعض الدول تفرض على وسائل التواصل الاجتماعي على الشركات نفسها نسبة من الأرباح التي تحققها، لأن الشركات هذه تحقق مئات ملايين الدولارات إن لم يكن أكثر في السوق العراقية مثلا. يعني لا تعتقد أنه فقط موجود صفحة لك صفحة هي هاي ما راح يستفيدوا من شيء، هم مو لله ينطوك هاي الأمور، إنما يستخدموها للإعلانات، وتدر هذه الإعلانات عليهم مئات ملايين الدولارات وربما أكثر. ولذلك تركيا مثلا فرضت عليهم موضوعين وإلا هددتهم بالإغلاق والحجب، الموضوع المالي بأنهم يعطون نسبة مهمة من الأرباح المتأتية من المتعاطين الزبائن في تركيا مع هذه الوسائل تعطى نسبة للحكومة التركية، والثاني هو السيطرة على المحتوى وإعطاء إمكانية الدخول والحجب لحجب المضمون والمحتوى الذي لا يتناسب والقوانين التركية. هذا بالنسبة للمعلنين المعروفين المشاهير الفنانين. اليوم نشوف بعض الإعلانات لا تعتمد على الفنان وأداء الفنان وجمهور الفنان، لا، اليوم نشوف البعض يعتمد على جسد بعض العارضات وغيرها من أمور وتفاصيل حتى سلعة تروج له ولمنتوجه. هذا جزء من ظاهرة التفاهة المتفشية، لذلك أقول نحتاج إلى تنظيم وإلى ردع الكثير من الحالات. اليوم إحنا عندنا وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مادة للإثارة عن طريق الملابس، عن طريق الكلمات البذيئة التي تستخدم، الكلمات الماجنة التي تستخدم، هذا كله يحتاج إلى تنظيم، للأسف لم نرى حتى الآن. هو هذا التنظيم. أنا أسأل شنو اللي يمنع من وجود حراك من كل الأطراف المعنية بالعراق نحو ضبط سلوك مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني معقولة أكون نفوذ مضاد يمنع هذا الحراك؟ الساحة العراقية اليوم تخضع لتجاذبات عديدة. شوف موضوع تعديل بسيط على قانون الأحوال الشخصية باتجاه إعطاء حرية لغالبية الشعب العراقي باختيار نوع القانون، نوع التشريع الذي يطبق عليهم، أثار ضجة. هناك موجة عالمية تريد مسخ المجتمعات، تريد إشاعة التفاهة، إشاعة الفحشاء، تفكيك الأسرة، وبالتالي أي جهد من هذا القبيل سيواجه بحملة بعنوان تكميم الأفواه ومصادرة الحريات. هذا لا يهم، يجب أن هذا لا يعفي الجهات المعنية من أن تقوم بواجبها بوضع ضوابط وملاحقة من يساهم بإشاعة الفحشاء والتفاهة والضحالة التي نراها اليوم. أنا أعتقد نحتاج إلى، ليس دائما الردع هو كافي لوحده، إنما نحتاج إلى تنظيم جهود المدونين أصحاب المحتوى الهادف. هؤلاء يجب أن يدعموا من قبل مؤسسات، من قبل مؤسسات كانت حكومية أم غير حكومية، يدعم جهدهم لينتشروا، لأن انتشار المحتوى الهادف
هو كفيل بتحجيم المحتوى الهابط الذي بات ثقافة عامة يتداولها الناس ويقبلون عليها بشكل كبير جدا، مما يشجع على انتشار هذه الظاهرة. جيد. أستاذ سالم، عملت سابقا بهيئة الإعلام، برأيك اليوم البرامج الإعلامية تعكس صورة أخلاقية للمجتمع العراقي؟ أسألك أيضا الأمور اللي تحدث اليوم في المؤسسات الإعلامية المحترمة، الزملاء الإعلاميين المحترمين، ونحن نشاهد ما يحصل بطرق تعامل بمقاطع فيديوية، يعني البعض يصنفها ابتزاز، البعض تسقيط، البعض ما نعرف وين العراق رايح وشنو اللي جاي يصير بالضبط بالمؤسسات الإعلامية. نعم، المؤسف أن المؤسسات الإعلامية يعني لا تؤدي كلها دورا مهنيا أو لا تؤدي أداء مهنيا، أو بعض كثير من البرامج، كثير من المواد هي تستخدم لكسب المشاهدين فقط، واستغلال بعض المقتطفات للترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأن هذا يدر أيضا أموال على هذه المؤسسات. أيضا هناك جهات سياسية وراءها، وراء بعض البرامج التي تشيع التفاهة، تعمد إلى تسقيط الآخر المختلف سياسيا أو مذهبيا أو دينيا وما إلى ذلك. هذا يعني أما موضوع التفاهة فكثير من المؤسسات والبرامج تساهم فيه. موضوع انحلال الأخلاق، يعطيك مثال، قبل فترة ساعة 2 بعد الظهر في برنامج تفاعلي في إحدى الإذاعات المحلية، شخص كان يتكلم مع متصل حول، والموضوع كان حول ما يسمى بالترقيم ومخاطبة وإقامة العلاقات مع البنات. هو نفس إثارة هذا الموضوع بهذه الطريقة، هو فيه علامة استفهام. بعدين المتصل يتحدث له عن أنه كان يقول له أنه أنا كنت بالكعبة أثناء الطواف ورقمت وحدة بنية حلوة. شوف الاستهتار وين وصل. بدل ما يرد علي المقدم يقول له يا رجل اتق الله، أنت وين في بين يدي الله، أنت في الكعبة لازم تدعو، يرجع يعني يحشمه ويمدحه يقول له والله أنت بطل معناها، أنت شجاع. هذا الـ هذا الـ هذا الـ الـ هذه المساهمة في ترويج التفاهة والمجون موجود أمثلة عليها كثيرة. سالم، اليوم إحدى المحطات اليوم بنت على أساس اليوم الموضوع اليوم الموضوع تجيب طرائف ونكات وأقوال كلها فيها إيحاءات وكلها فيها كلام غير مقبول. للأسف هذه المحطات لأنها تتبع إلى جهات سياسية، وهيئة الإعلام والاتصالات ربما لا تستطيع اللحاق بكل هذه المخالفات، أو على قول أحدهم يقول لا يسمعون لنا. ولا أدري كيف مؤسسة لها سلطة ولا يستجيبون لها وهي لا تستطيع أن تفعل شيئا. لكن هناك بعض الملاحقات لبعض المواد يحتاج إلى جهد كبير لمتابعة كل المحتوى، سواء كان في الإعلام المرئي والمسموع أو في وسائل التواصل الاجتماعي، يحتاج إلى حملة حقيقية واسعة، وليقل من يقل وليتهم من يتهم. سالم، تتحدث حضرتك عن موضوع ترقيم أثناء الطواف، اليوم المكان تغير، انتقل من الطواف إلى داخل المؤسسات الإعلامية، وأيضا الموضوع تجاوز الترقيب، أصبح ابتزاز ومساومة، هذا حسب ادعاء الطرف الأول. طبعا حالات هذه موجودة لا يمكن إنكارها، بل هي عندما تشيع، عندما تنهار القيم الأخلاقية، وعندما يتراجع النظام الأخلاقي وتشيع التفاهة ويشيع الاستهتار وعدم المحاسبة، من يجي يعني نتوقع هكذا أمور. لكن أنا أريد أن أقول في موضوع التحرش، الدورات التي تعطى مثلا في موضوع التحرش هراسمنت في كل المؤسسات الأوروبية الأمريكية دائما يركز على جانبين، الشخص المتحرش والذي يساعد على أو يمهد الأرضية للتحرش. يعني البنت إذا كانت تلبس ملابس مثيرة مشجعة وكأنها تعطي ضوء أخضر للتحرش، وعندما يتحرش بها شخص تبدأ بالصراخ وتسجيل فيديوهات على أنها تعرضت للتحرش والابتزاز. طيب لو كانت محتشمة وظاهر لا يستطيع أحد. نعم التحرش مدان وهذه الحالات موجودة، لكن في المقابل أيضا يجب أن نسلب الأرضية المساعدة لهذا التحرش، لأن الموضوع فاق حده، وموضوع استغلال والتحرش أصبح. أستاذ سالم، بالحديث عن هذا الموضوع، تابعت أكيد حضرتك من المتابعين ما حدث مع الزميلة الإعلامية، انتشر اليوم أمس أنه راحت لإحدى المؤسسات الإعلامية وتقول تعرضت لابتزاز أخلاقي من قبل أشخاص يعني معنيين داخل القناة، مؤثرين داخل القناة، مقابل العمل في هذه القناة. نعم هذا يحدث كثيرا في كثير من المحطات، لكن مع أنه قرأت قبل قليل بيان صدر عن المحطة
تنفي علاقتها بوجود هكذا شخص وتقول سنلاحقه لأنه انتحل صفة لا أدري يعني هل كان حقيقة أم يراد مثلا التملص من الموضوع. مهما يكون هذه الحالات موجودة. إحدى المذيعات مرة تقدمت بطلب للعمل في إحدى المحطات ومدير المحطة قابلها بنفسه وقالها تعالي نتفاهم على الشغل بهذا العنوان اليوم ساعة 9 بالليل. تشوف عنوان شقة في الجادرية وتروح ساعة 9 بالليل لازم تتفاهمي على الشغل. فاستغربت قالت له شنو معناها تفاهم ساعة 9 بالليل بشقة في الجادرية عن الشغل اللي تريدي؟ قالها والله إذا ما يعجبك تجين انسي اكو شغل. الأضرب من هذا هاي المذيعة للأسف أقول كان تنقل هاي الحادثة لشخص تقول له أنا ما عندي مشكلة بالموضوع لكن مو بهالطريقة الرخيصة يبتزني. ها يعني أنا يعني ما عندها مشكلة على أصل الفكرة. أن يجب مكافحة الموضوع من كل الجوانب. يعني ما يصير بنت تسمي نفسها مذيعة إعلامية وتنشر صورها على دائما على صفحات التواصل الاجتماعي بشكل مثير بجسد نصف عاري بابتسامات ونظرات مثيرة. هذه يعني كأنها تعطي ضوء أخضر للآخرين بأن أنا يعني مستعدة للتحرش بي أو الابتزازي أو لأي شيء آخر. لا أعمم هذه الحالات موجودة وحالات الابتزاز أيضا موجودة أيضا. لا أعمم هناك محطات محترمة تشتغل بشكل مهني تلتزم بالسلام. ما نقدر نعمم ما نقدر نعمم انه اليوم يكون شخص يقول لك انا حريتي بملابسي ما ممكن انه شيل ألبس انت تعتبراني جاهز انه تتحرش بي. انا لي حريتي بلبسي. لا ما هي الحريه تنتهي. انا قلت لك انا انقلت لك ما يدور في دوائر الاوروبيه يعني في مؤسسات اوروبا وامريكا وانا اشتغلت في عدد منها. دائما كان تمنع الموظفه من لبس ارتداء الملابس المثيره. ليش؟ يعني يقول هذا راح يأثر سلبا على يأثر على آخرين ويشجع على التحرش. هو الموضوع عندما نتحدث عن حرية لا ليست هناك حرية بلا حدود وبلا ضوابط. يعني أنا ألبس ما أريد داخل محيط عمل وبين زملاء رجال والله خلق غريزة وخلق انشداد بين الرجل والمرأة. استاذ سالم أنا عندما أعمل مع امرأة محتشمة لا أجر وهي وفي سلوكها احترام واحتشام أنا لا أجر على أن افكر اصلا بالتقرب منها او جيد استاذ سالم من خلال اذا تسمح لي نفسي عندما يتعرض نفسها قد يكون انسان قليل الاخلاق ويمكن يعني يتقدم يقول هي 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 عارضه نفسها انا شعلي او انا سمعت من بعض الناس نعم. يقول انه نفقد اعصابنا ما نقدر نشتغل بمحيط العمل لانه عندنا زميلات ملابس مثيره جدا وهذا يسبب لنا مشكله. هذه حقيقه يجب ان نقر بها ويجب أن نأخذها بشكل موضوعي لا أن نعيش بشعارات أنه حرية شخصية. الحرية الشخصية تروح ببيتها ما يصير تلبس ملابس السهرة ملابس النايت كلوب تلبسها للعمل. أستاذ سالم له باقي لي ثواني معدودة بهذا الموضوع. كان لي تواصل اليوم مع أحد الزملاء في المؤسسة المعنية أيضا نفي قاطع انتماء هذا الشخص بهذا الاسم إلى هذه المؤسسة ويقول هذه المؤسسة تتعرض لهجمة منذ أكثر من أسبوع. هل من الممكن أن نرى في هذا الوسط هجمات وربما تسقيط لمؤسسة وما هي الأهداف والغايات منها؟ للأسف عندما تنهار الأخلاق في مجتمع كل شيء أتوقعه. ليش هو التسقيط الآن يعني ما يتم بين الأوساط السياسية بين الأوساط المهنية لأنه الأخلاق منهارة فلا شيء يمنع من أن تمارس كل الأفعال لا. المنافية للأخلاق وللأداب وهذا موجود للأسف. قلت وأكرر أن انهيار منظومة القيم الأخلاقية وعدم وجود رادع. أنا مثلا حالات ابتزاز مدراء كثيرة لموظفات عندهم وأنا شهدت حالات عديدة نعم. ابتزاز لا يوجد قانون يعاقب المدير بينما في كل الدول المتحضرة المدير إذا اشتكت عليه موظفة وأثبتت بالدليل أنه قام بابتزازها أو التحرش بها عقوبة السجن. أنا شهدت عدة حالات ابتزاز وسألت المعنيين بالقانون الإداري هل هناك قانون يعاقب المدير الذي يتحرش أو يبتز الموظفة؟ لم أجد جوابا شافيا. هناك مواد بالقانون يمكن أن تفسر كذا بانتهاك الضوابط الإدارية لكن النص الصريح على ردع من يتحرش بالموظف أو يبتزه من المدير من قبل المدير لا يوجد. لا أعتقد أن عندنا في القانون ذلك. حتى القوانين الموجودة هي لا تطبق بشكل كامل فكيف بقوانين غائمة أو بمواد قانونية جداً. غائمة يمكن تفسيرها بأشكال مختلفة. الكاتب والإعلامي الأستاذ سالم مشكور أشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا لك.
شكرا. مشاهدينا قبل نروح وياكم لموجزنا الخبري خلونا نشوف أبرز ما جاء في منصة إكس. ختام الحصاد بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. وزارة الدفاع تؤكد أن تسليم مدافع الهاوتزر لقوات البيشمركة تم بناء على مذكرة رئيس أركان الجيش وبعد اتخاذ التدابير اللازمة. جهاز الأمن الوطني يعلن عن تمكن مفارزه من ضبط أكثر من 22 كيلوغرام من حبوب الكبتاغون في نينوى. مديرية الاستخبارات العسكرية تعلن تمكن مفارزها من الإطاحة بثلاثة عناصر من عصابات داعش جنوب بغداد. وزارة الموارد المائية تطلق حملة كبيرة لترشيد استهلاك المياه وتدعو الوزارات والدوائر الحكومية للتعاون معها. مصرف الرافدين يعلن عن تفعيل النظام المصرفي الشامل في 42 فرعا من فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات. مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام حصاد الليلة، شكرا لكم وإلى اللقاء.